قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف الرحيم.